سمر، وين ما رحنا نلاقي الموبايلات بإيدين العالم، رحنا أكيد مشوار الموبايلات بإيدنا، حتى الأطفال الصغار صاروا يوتيوب ويحضروا كل شيء وألعاب على الموبايل وعلى الآيباد، من ورا الشاشة صار عالمنا، ويمكن صار نحن رهنه لهذا العالم. كيف فينا نرجع للكتاب الورقي، وكيف فينا نرجع نحييه وننشره أكثر بين المجتمع، وخاصة للأطفال الصغار؟ رح نحكي بهدول التفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام، مدربة تنمية ومهارات. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي عن الخصوصية الكبيرة للكتاب الورقي. يعني نحن بكلمة الكتاب، يعني نحن بنقول خير جليس هو الكتاب. يعني وقد ما كان في عنا مثل ما حكيتي الايباد والالكترونيات وناخذ نحن المعلومة السريعة، قد ما كان الكتاب له خصوصية وله نوعية خاصة، له دفء خاص. يعني مثل ما بنحكي الكتاب، من وقت نقول نحن قديش فيه الخصوصية، الخصوصية انه انت دائما في عندك نوع من التشويق بالكتاب. يعني احنا دائما نحن وقت نشتغل على تفعيل الكتاب خصوصي لهذا الجيل، نحن بنشتغل على موضوع انه نحن في تدرج بالمعلومة، هذا النوع من التشويق، هذا التعاطف مع الكتاب، فانت بتلاقيه بالدرجة الأولى. بينما ناخذ من على طريق الالكترونيات فهي اللي بتحس المعلومة كثير سريعة وكثير مبسطة. بنفس الوقت نحن بنقول على المفهوم الثقافي، يعني نحن دائما الكتاب هو حقيقه هو عنوان التثقيف. يعني ما تقولي انه انا قريت كتاب، ما تقولي هذا الكتاب اللي هو ما تمسكي الورقه هي الخصوصيه بتحريك الورقه، تمام؟ فانت عملتي مثل حتى نوع من الانجاز، حتى بطريقه المهارات، كون نحن عم نحكي على تنميه المهارات، حتى نحن بالنسبه للاطفال ما هو يقلب هي الصفحات، هو بيصير نوع من التعلق بين الصفحه وبين الانجاز اللي هو عمله بانجازه بقراءه الكتاب. حتى بيقولوا ريحه الورق لها نكهه، له نكهه خاصه. اكيد. ست فاتن، خلينا نحكي من العمر الصغير، يلي نحن الام بتضل مشغوله وبتقول له لابنها يلا امسك الموبايل، احضر موفي، العاب، امسك الايباد او احضر تلفزيون. ثقافه الكتب او القصه بعدنا عنها، خلينا نبلش من قلب البيت وبعمر صغير، كيف فينا نحن نرجع نحيي الكتاب؟ نحن حقيقه يعني ما تنقول العمر الصغير هو بالعكس تماما، يعني نحن الامهات في عندهم مسؤوليه، حتى الاباء مسؤوليه ان هذا الطفل انت حسب ما بتعوده، حسب ما بتعوده بنظريا بتقليد باسلوب، يمكن الاب يمسك الكتاب الام تمسك الكتاب، هذا بيخليه مثل تعززي هذه الصفه. حقيقه هلا نحن صار في عندنا كتب كثير مهمه انه الطفل يمسكها، يعني مثلا ما عدا الكتاب الورقي اللي هو ناعم، لا هو فيه صار كرتون، في عباره عن قصص كامله متكامله، حتى نحن بالكتاب بتقدر تنزل الشخصيات اللي بدك اياها، قد ما صار في عندنا مواد وحتى من نوع المونتسوري المضبوط للطفل. يعني انت عم تشتغل على توعيه معرفي ادراكي حسي، كلياته عم ينشغل الطفل، ليس فقط بس بالكتاب بتعلقه، لا انت عم تشتغليه مع الحواس الخمسه اللي هو لازم يشتغل عليها. فانت عند الامها صار عندهم مسافه كثير منيحه، بالعكس بقت نحن نشتغل على مبدا انه خذ الموبايل وروح، انت هون عملتي بعد كامل الام عن التواصل مع ابنها. حتى إذا بتضل بتعيط له ساعة ما برد عليها، لأنه صار هو عبارة أنه هو طول الوقت مفهومه بالكتاب، عنده جماد كامل بالآيباد عفوا. أما بالكتاب بده يضل في نوع من التفكير. يعني أنت ما تقولي له مثلا، يعني أنا مثلا بستغرب من الأمهات أنه أنت بدل ما تجيبي كتاب، وخصوصا هلا أنا حقيقة المعرض عمل شيء مهم، الأجنحة الموجودة في تنوع بهذا المفهوم، يعني في يعني بتلاقي 4 5 يمكن إذا مو أكثر هنا خاصين بكتب الأطفال. فنحن هون في عنا معناتها غاية معينة، في عنا معناتها لساته قيمة الكتاب محفوظة، يعني قد ما قلنا الإلكترونيات إنه موجودة. بيحكوا كتير إنه مصير الكتاب الورقي إلى زوال، شو رأيك بهذا الكلام؟ هل بتعتبري هذا الشيء صح ولا لا؟ هلا نحن لك الفكرة إنه التحول هو صار في تحول، يعني احنا ما بنقدر، يعني صاروا العالم يلجأوا للكتاب الالكتروني اكيد، هو لانه اسرع. يعني هو بمعنى هلا نحن مشان نكون في عنا ثوره رقميه كامله، يعني انت مثلا باي معرفه بدك اياها تفتحي مباشره على موبايلك، تفتحي بتاخذي المعلومه اللي بدك اياها، بتفتحي بتحملي الكتاب اللي بدك اياه.
فنحن في عنا سهولة بهذا الموضوع. يعني هلأ له مثل ما بنقول الكتاب الورقي له مزايا وكمان الكتاب الإلكتروني له مزايا، بس بنفس الوقت كمان له عيوب. يعني احنا بنقول وصلنا نحن الكتاب الإلكتروني هو معرفة لا معرفة، بمعنى انه احنا بناخذ المعلومة اللي بدنا اياها ومنزت الباقي. اما ما انت تشتغلي على الكتاب الورقي اللي هو كان الاساس وما زال الاساس، حتى لو ما نقول انه هو ما زال الاساس لانه هو موجود لهلا وحافظ على قيمته، بمبدا انه انت عم تاخذي تثقيف. يعني احنا للاسف شديد بتلاقي الشباب عندهم معرفه، عندهم معلومه مثل ما بقول معينه، بس ما عندهم الثقافه، تلاقيها فيها ضحال للثقافه اللي هو عم يشتغل عليها. نعم ست فاتن، يعني من قبل بتحسي كل بيت ضمن الديكور في مكتبة. المكتبة ريحة الورق بتكون موجودة دائما، يمكن في مكتبة مرتبة من للأطفال للأكبر للأكبر للذكريات الأجداد، يمكن هيك تفاصيل قد مهمة تعيش داخل بيوتنا ونرجع نحييها من جديد. هو حقيقة بالفعل بكل بيت كان موجود المكتبة، والموجود الأهم أنه أنت عندك هذا الكتاب يا ريت تعيريني إياه، يا ريت مثلا نكتب أهداء إلى آخره. فهي هي الفكرة، هي الخصوصية بالكتاب حقيقة. يعني منقول يمكن عم نفقدها شوي شوي، بس في يعني في أشخاص يعني هي دائما عندها صديقة الكتاب بوضعية القراءة التثقيف. حتى نحن بنشتغل على الأطفال، خلينا نرجع قلتي إنه بالكتب الأطفال، ما أنت يشوفوا الآباء والأمهات إنه الأهل عندهم كتب وهن عم يشتغلوا على هذا الموضوع، فبتلاقي كمان الأطفال هن لازم يشتغلوا على هذا الموضوع. لها بس بدنا بعد موضوع الكتاب، يعني هلا نحن بالنسبة للأطفال ليش أحيانا عم يلاقي الأولاد عم تبعد عن موضوع الكتاب؟ لأنه هو متعلق إنه الكتاب معناته بده يتعلم، معناته عنده امتحان. فنحن بس نبعد شوي هي البرمجة من إنه الكتاب هو صديق، لا هو الكتاب بتلاقي غير إنه بس إنه هو إنه وقت امتحان، إنه هو وقت انه لازم يدرس فيه، لازم يتسلى فيه، ترفيه، بشوف شخصيات. انا حتى بالشغل عليه على رسائل تربويه، يعني الام بتبعت رسائل تربويه سلوكيات معينه انت من خلال الكتاب تقدر توصليها اكثر من اي موضوع ثاني. كيف ممكن الام تساعد طفلها لحد ما يصير الكتاب هو صديق للطفل من عمر الصغير لحد ما يكبر برايك؟ هلا نحن وقت نقول الحكايه قبل النوم هي كثير مهمه. بعد انت تشتغل على مبدا دائما نحن باي موضوع، دائما انت ما بنشتغل على الترهيب، دائما بنشتغل على الترغيب، اللي هو مثلا بنبلش دقيقه او دقيقتين يوميا، سواء ليلا قبل ما ينام الطفل بنحكي له هي الحكايه البسيطه، وبعدين شوي شوي بنبلش نعمل على المشاركه. يعني انا كثير مهم عندي ما بخلي للطفل انه بس يسمع، لا هو بعد السماع حلو مسافه الحوار كثير مهمه، انه انا اتحاور انا وياه على الخاصيه او السلوكي اللي انا اعطيته اياه خلال الحكايه، فهو بصير عنده تعمق وتعلق كمان انه ماما يلا بكره شو بدك تحكي لنا. فبتبلشي انت هون تدريجيا بتعلق الطفل بالكتاب، فهو ببلش بعدين ما تناخده نحن على مكان، على المعارض، على اي شيء. فانا بحب انه خلي الطفل هو يختار القصة اللي هو بده اياها، يعني دائما ما نحن نكون مسيطرين، المشاركة كثير مهمة، انه ماما شو حابب انت اي قصة. فانت مجرد ما اعطيتيه مثل ما نقول مفتاح، انه نحن مثلا رسائل مثل ما حكيت التربوية اللي هي عبارة عن سلوكيات، ببلش هو يختار نوع تفكيره بهذا الموضوع. فانت مثل ما بتزرعي مثل ما بتحصدي. ست فاتن خلينا نحكي لعمر الاكبر بشوي، يمكن خلينا نروح لعمر المراهقة. كيف فينا نحن نختار لشبابنا كتب او روايات بتخص اعمارهم يمكن، ونحاول نضبط يمكن الاولاد بعدم مساسهم لكتب ما بتخصهم؟ انا في عنا حكينا على التربيه، ما انت تبلشي ما من عند الاطفال وتدريجيا، فانت نفسيا وذاتيا وصار حتى هو عنده هذا بنقول المكتسبات المعرفيه، لازم يكون ماسك كتاب او لازم يحكي بهذا الموضوع. هلا حقيقه نحن عم نشوف كثير في حركه كثير حلوه للشباب اللي هي منتديات ثقافيه، سواء مثلا بمطاعم عم يفتحوها، سواء بكافيات صغيره، سواء باماكن بيختصوا بمعنى انه مثل مسابقه القراءه الذكيه، القراءه السريعه الى اخره من هي البرامج.
برامج. فنحن هون شو عم نعمل؟ عم نعمل تشجيع حتى للشباب لهن يقتنوا الكتاب ومرة تانية يرجعوا للقراءة. في كمان كتير مشاريع كتير حلوة، إن أنا بس خد كتابي وأعطيني كتابة، فهي تمام. كتير كمان حلوة هالمبادرات يلي هي بتخلينا إنه معناتها لساته في عندي مهم وموجود الكتاب الورقي، ما لنا مشغلين على حمل الكتاب أو حمل لك الكتاب. أكيد بيقولوا فاتن في عنا هلا بهالوقت مأزق حقيقي بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، إن هو تناقص عدد القراء. إذا حنشوف نسبة القراء في البلدان العربية ما بتتجاوز نسبة 5%، كيف فينا نشجع الشباب أو حتى الكبار والصغار على اقتناء الكتاب أو حتى القراية لو من الكتاب الإلكتروني؟ برأيك نصائح؟ نحن خلينا نقول دائما ما بنشتغل على موضوع التحفيز، يعني نحن دائما بالتنمية البشرية بنشتغل على موضوع التحفيز والتشجيع. فأنت ما تتشجع على هذا المبدأ، مثل ما حكيت مسابقات، مثل ما حكيت مثلا خلينا نقول نبلش انه مثلا اذا قريت كتاب تكتسب مثلا دورة الى الى اشياء معينة. فأنت هون ما هذا الحيز يزيد عند الطالب، ونحن بنقول كلمة الطالب لانه نحن بنقول الطالب اللي هو من مراحل اعدادي ليوصل للجامعة. فأنت دائما خليه دائما بتقرنيه باي موضوع هو بالكتاب. حتى نحن بالنسبة إذا قلنا على الأشخاص كتير حلو، نحن فقدنا كلمة الهدية إنه حدا يهديني كتاب، هي هديتني كتاب شو الكتاب؟ لا، خلينا نرجع مرة تانية نعطي أهمية للكتاب حتى بموضوع الهدايا. يعني مثلا كان من زمان ما تقول إنه هداني كتاب، يعني إنه هدايا يعني شيء كتير مهم. فلا إذا هديتيها لحدا كتاب إنه كتاب عم بتهديني، يعني حتى نظرة القيمة للكتاب اختلفت. فنحن إذا رجعنا هذا المسوغ كتير مهم، إنه مثلا إنه قيمة الكتاب هو موجود سواء زادت الموضوع الشيء الكتاب الإلكتروني أو الأقل. تمام. يعني وحتى من قبل يعني مثل ما عم تحكي يمكن كان اي حدا يسافر انه نجيبوا لي معكم هذا الكتاب، شفته او نزل اعلان له. اما هلا نحن موجودين البرنامج الفلاني. تماما. هلا نحن موجودين بمعرض الكتاب، صار متوفر جميع انواع الكتب والروايات ضمن اقسام عديده وبمساحه كبيره جدا. هون خلينا نحكي يمكن قديش عامل، يعني قديش هيك معارض هي عامل جذب للقراء للشباب، قد ايه بتشجع يمكن اللي ما بيقرا يقرا، قد ايه انه خلص بتلهيهم عن الموبايل؟ هي الفكره التنوع الموجود خلال بالمعرض الكتاب هو هذا الملفت للنظر. يعني اول شيء التنوع، يعني سواء بكل المجالات الثقافيه السياسيه الاجتماعيه التربويه، فانت بتطلعي فانت صار عندك بحر معلومات. فانت هون خرج انه تاخذي هاي المعلومه وتاخذيها بسهوله. حتى الملفت للنظر حلو كثير، ما انا شفت عائلات جايه على المعرض الكتاب، الاب والام والاولاد، هذا كثير حلو كثير مهم. وبعدين مثلا عم يفتحوا الكتب مع بعضهم، عم يقروا مثلا في كتب اسئله واجوبه، هذا الشيء التشاركي انا كثير حبيته. حتى للشباب في نوعيات كتب يعني ما لها موجوده، فهلا بنلاقي نحن فرصه انه نحن ناخذ هذا الكتاب لانه هو صار موجود بمتناول اليدين. فانا كثير يعني حقيقه فكره المعرض وهذا كل سنه عن سنه عم نلاقي في تجديد وفي زياده بالاقسام، فهذا كثير مهم حقيقه. اكيد نحن اكيد لهون وصلنا لختام الفقرة معك، بس بالنهاية بدي أقول لك، هل هواة الكتاب وهواة القراءة لجأوا إلى الكتب الإلكترونية مشان الأسعار، أسعار الكتب أنه لقوها هون أنه مجانا أو هيك؟ خلينا نحكي بالختام عن هذا الموضوع ونختم. هي نحن نقول عليها من مزايا الكتاب الإلكتروني أنه هو أقل تكلفة، سريع الحصول عليه، تحميله سهل، حتى أنه أنت بأي لحظة أنت بتقدر تاخذي لهذا الكتاب. هو يعني احنا خلينا نقول انا ما بدي نشتغل على انه اي افضل، الكتاب الورقي او الكتاب الالكتروني. خلينا نقول انه احنا الاهم هو شو هدفنا، الغايه هي القراءه، هي اغناء هذا المخزون الثقافي لدى الشخص. فانا ما بدي الوسيله، خليهم يكونوا متكاملين مع بعضهم. انا بتكامل عندي النموذج الكتاب الورقي مع النموذج الالكتروني لاصل انا لشخص عنده مخزون ثقافي. هذا الاهم، يكون عندك انت معرفه. ما اول ما بلش البورتاج عن هي
الفقرة، قالوا إنه هو مشان تصحيح الأخطاء الإملائية واللغوية لدى الأطفال. هذا كتير مهم. أنت تشجعي القراءة بأي شكل سواء إلكتروني أو ورقي، أنا مع هذا الموضوع، لأنه هو هذا مرجوعه هو زيادة معارف وإدراكات وحتى سلوكيات للأطفال وللكبار كمان. نعم سيد فاتن، نحن كثير بدنا نشكرك وشكرا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله الكل يكون استفاد. تسلمي لي. اكيد متشكرك فاتن على نصائحك القيمه، ونشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. اهلا.